ليس كل من مسك قلم فهو أديب، ولا من نصحك يكن لك حبيب، ولا من أطلق لحيته وتكلم بالعلم كان بين الكتب ربيب. خذوها قاعدة، أهلكتنا المظاهر. إيه والله أهلكتنا المظاهر. لا يكن عزيز مصر أكمل عقلا منك. عزيز مصر الذي قال الله عز وجل عنه وقال الملك توني به، عن يوسف أستخلصه لنفسي، فلما كلمه انظر علم مكنون الرجل من الداخل. الرجل الفطن الذكي العاقل هو الذي يحكم على الرجل بجوهره لا مظهره. قال تعالى عن عزيز مصر وملك مصر فلما كلمه، فلما كلمه أي علم ما في جوهره. ماذا قال بعدها؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال أهل العلم رحمهم الله علموا، علم ما في الجوهر فثم حكم على منطقه. وإياك أن تكن كنسوة المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لا نرى في ضلال كبير. ماذا قال تعالى بعدها؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن. فلما رأينا حكموا على الرجل بالرؤية، فلما رأينه أكبرنه. الله أكبر، ما هذا بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قال أهل العلم رحمه الله إذا أردت أن تعرف المرأة إن كانت تملك عقل رجل فانظر بماذا تحكم، إن كانت تحكم على المظهر أم على الجوهر، وإذا أردت أن تعلم كمال عقل الرجل فانظر على ماذا يحكم، على المظهر أم على الجوهر. فأهلكتنا المظاهر، أصبحنا نرى أن كل من أطلق لحية أو قصر ثيابا على أنه أهلا لكي يتكلم بالدين، وأصبحنا نرى على أنه كل من نطق بلسان عربي مبين يحق له أن يتكلم بكل ما شاء. لا، عذرا، ونقولها عذرا، فإن الناس والعقلاء ترى دائما الجوهر لا المظهر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أرسل وافدا للشام، تأمل معي واعقل هذا البيان، أرسل وافدا للشام فعاد هذا الوافد عليه أجمل حلة من بلاد الشام، وكان في ذاك الوقت أهل الشام يعتنون بلبسهم وزيهم. فلما رجع وكان عمر يسوم إبل الصدقة أي يضربها بالسيف، يقوم وضع عليها علامة وإشارة، فقال هذا الوافد من بلاد الشام قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر بطرف عينه، فلما رأى عليه أحلى لباس وأنعم حلة نظر إليه هكذا ثم التفت وأكمل يسوم إبل الصدقة. فقال الرجل السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم ينظر إليه عمر ولم يكلمه، ثم عاد مغضبا فرأى ابنه عاصم قال قلت لأبيك السلام عليك يا أمير المؤمنين فلم يرد علي السلام. ماذا قال عاصم؟ قال أقلت له سالم عفوا أقلت له هذا وأنت في هذا اللباس، وأنت في هذا اللباس انزعه، فإن أبي يحب شظف العيش، فإن أبي يحب شظف العيش. فقام هذا وافد بلاد الشام نزع هذا اللباس ولبس لباسا خشنا ثم دخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. ماذا قال عمر؟ قال وعليكم السلام، حي الله بوافد أهل الشام. عمر لا يحكم على المظهر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يمشي هكذا وقد وضع رأسه في التراب فعلاه بالدرة وقال ارفع رأسك فأنت مسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما دخل على المسجد فرأى عباد أو نساك فقط وظيفتهم العبادة قال ويحكم ثكلتكم أمهاتكم إن السماء لا تمطر عليكم ذهبا ولا فضة، فأخرجه من المسجد. العاقل لا يحكم بالمظهر وإنما يعلم الرجل بمنطقه كما قال أهل العلم. الشعبي يقول رحمه الله شهدت شريحا في جلسة قضاء فدخلت امرأة تبكي تشكو عن زوجها، فقال الشعبي رحمه الله يقول شريح والله ما أراه إلا بائسة مظلومة لأنه حكم ببكائهم. فقال له شريح رحمه الله قال ويحك ماذا قال الله عن إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لا نحكم على دمع بظلم ولا نحكم على إطلاقة لسان بحق، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون إلي
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قصة هذه المقدمة: في ليلة أمس كنت قد دعيت إلى طعام العشاء، فجلست مع رجل قص لي قصة أصابتني قشعريرة، ولولا صدق هذا الرجل وما أعلم عليه إلا الخير ما خرجت على التلفاز أقول هذه القصة. يقول لي واسمع، يقول: يا شيخ، رأيت رؤية، وكان يمر هذا الرجل بضائقة مالية لا يعلم فيها إلا الله. يقول: رأيت رؤية أن أحد عليه لباس، عليه ملابس بيض، قد جاءني. ثم هو يسكن في منطقة قريبة من مول الاتحاد الذي فيه الجمعية الاتحاد، فيقول: اسمع، والله أصابك، لا أدري كيف مسكت دمع عيني وقتها. فقال: رأيت رجل في المنام عليه ملابس بيض، قال لي: هل أنت تريد أن يرفع الله عنك؟ قلت له: نعم. هل تريد أن يستجاب لك الدعوة؟ فقلت له: نعم. قال: هناك رجل في الساعة 8 صباحا يقوم هذا في الرؤية، يقوم بتنظيف الطرقات، يقوم بتنظيف الطرقات في هذه المنطقة، وأشار إلى جمعية الاتحاد. هذا الرجل عامل نظافة. فيقول الرجل في الرؤية، فيقول: يا شيخ، نظرت إلي، لحيته بيضاء إلى هنا، والله عليه سمت الصالحين، سمت الصالحين. فقال في الرؤيا: مره فليدعو لك. هذا في الرؤيا. فاستيقظت، فأنا أردت التعجل، قلت: رؤيا حق، ربما هذا الرجل. قال: لا شيخ، ما أكملت لك المنام. قلت: تفضل. قال: يا شيخ، فاستيقظت من المنام، انتهت الرؤيا. قال: عادة حينما نريد أن نشتري دجاجا نذهب في الصباح، فذهب اليوم الأول والثاني، في اليوم الثالث أردت الذهاب للشراء في جمعية الاتحاد. قال: وإذ بنفس الرجل والله، يقول لي هو نفس الرجل: يا شيخ، يجلس، عفوا، ينظف أمام هذا الجمعية الاتحاد، يقوم بالتنظيف وينحني، ورجل بلغ فوق 50. يقول: فلما رأيته انذهلت، وقفت، صمت، لا أعرف ماذا أتكلم، لا أعرف ماذا أقول، ماذا أتكلم. فأوقفت السيارة ونزلت، فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: فأصبحت أريد أن أقول له ادعو لي، فأصبحت أبحث هكذا عن مال لكي أعطيه. فقال الرجل لي، هذا الرجل هو من الجنسية الأفغانية، يقول لي هذا الرجل: أسأل الله أن يوسع لك في رزقك، بعربيته المكسرة. يقول: فبقيت مذهولا كيف أني رأيت هذا الرجل. فلما أخبرني ما أدري كيف مسكت دمع عين، قلت: هذا الرجل ماذا بينه وبين الله حتى الله عز وجل أرسل رؤيا لهذا الرجل يخبره أن يدعو له؟ ماذا بينه وبين الله؟ لهكذا ما منا من رجل إلا وله خبيئة من عمل صالح، لكن أن تصل لمرحلة أن تكون مستجاب الدعوة، أن تصل لمرحلة أن يراك أناس في الرؤى مروه فليدعو لكم، ذكرني بأويس القرن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أمداد من اليمن فيهم أويس كان به برص، فدعا الله، كان له أم وهو بها بارا، فدعا الله أن يرفع ما به من بلاء إلا موضع درهم، فمن رآه فليأمره أن يدعو له. فوقف عمر على جلالة قدره رضي الله تعالى عنه حتى رأى ويس القرني فأمره أن يدعو له. فأنا أقول: ماذا بينه وبين هذا الرجل؟ نحن أهلكتنا المظاهر، ربما لو رأينا هذا العامل، عامل النظافة، ما أعطيناه وزنا، لكنه عند الله عظيم، رب أشعث، أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. أي والله، لو أقسم على الله لا أبره. جليبيب حينما كانت ترفضه نساء المدينة، يا نساء هذا اليوم، ترفضه نساء المدينة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب لبيت فلان ومرهم، يقول: قل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتكم لي. فلما ذهب، وتعلمون القصة، فلما قالت ورفض أبوها وأمها، قالت: يا أبي، أما تخشى أن تنزل عليك آية تضعك مع المنافقين؟ والله ادفعوني إلى رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضيعني. ما هذا الأدب؟ ثم بعد ذلك تزوجت جليبيب، فمات في ليلة زفاف في المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جليبيب مني وأنا منه. فيقول الراوي:
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ليلة زفافهم؟ اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. أنفق أيم كانت. فلما انتهت عدتها أصبح طابور من الصحابة على باب بيتها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا معشر النساء لا تحكمنا، يا معشر الرجال أيضا لا نحكم على الظاهر. عمر بن الخطاب يعجبني فراسته، لما جاء رجل يشهد مع أخيه في قضية من القضايا ماذا قال له عمر؟ أتعلم بيته مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال سافرت معه؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال أعاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا يا أمير المؤمنين. ماذا قال له عمر؟ لعلك رأيته في المسجد يقرأ المصحف يرفع رأسه ثم يضعه. قال نعم. فقال عمر اذهب فأنت لا تعرفه وأتني برجل يعرفك. قال الآخر ائتني برجل يعرفك. لا نحكم على الصلاح بالرجل أو على صلاح الرجل لأنه فقد أطلق لحية أو ذهب للمسجد، بل ربما يكون رجل رجل لا ليس بكثير الصيام ولا قيام، لكنه في قلبه لا يحمل غششا على مسلم، كما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حينما قال له الرجل والله إني لأبيت يوم أبيت وليس في قلبي على مسلم غششا. لا نريد المظاهر، فقد أهلكتنا. ليس هذا فحسب. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة، ذاك الرجل الذي كلامه يمزج بالعسل، يقول بئس الرجل أن يعرف صلاحه بلباسه. يقول مالك بئس الرجل أن يعرف صلاحه بلباسه. لا، صلاح الرجل يعرف بفعله لا بلباسه. فهناك أناس مردوا على النفاق، لبسهم أجمل من لبسك وعطرهم أزكى من عطرك. ليس هذا فحسب، بل أتاهم الله عز وجل لسان مبين حتى تبعهم أقوام فوردوا على النار، فبئس التابع والمتبوع. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسلمنا وإياكم الفتن. ليس هذا فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون بهذا؟ ما تقولون بهذا؟ يسأل أصحابه صحابة فماذا قالوا؟ هذا من أشرف الناس يا رسول الله، هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام، إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر برجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، ميزان الناس إن كان في الدرهم والدينار فكبر عليهم 4. فقال يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يسمع له. قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. نعم عباد الله، ميزان المسلم ليس بجيبه ولا بلسانه، ميزان المؤمن بقلبه. فهناك أناس والله لا أعرفهم لا أنا ولا أنت، لو رفعوا أيديهم إلى السماء ما ردها الله سبحانه وتعالى. وفي الكلام وفي جعبة الكثير، لكني لا أريد أن أطيل. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والسداد، وأن يوفقنا للقول السديد والرشيد إلى يوم الدين، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصحابة.